كيف يذم هؤلاء وهم الذين عن طريقهم بلغنا هذا القرآن وأتى إلينا هذا القرآن؟ فالقدح فيهم قدح في القرآن الذي أثنى عليهم، قدح في الله عز وجل الذين اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يختر الصحبة المناسبة، قدح في الشريعة لأن الشريعة ما أتت إلينا إلا عن طريق هؤلاء. كيف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير القرون قرني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحيح.